هاو دوي الصرع، هاو دوي البيع. شكون ما يعرفش الديكابيل مرض الاعصاب؟ شكون ما يعرفش الديكابيل مرض الاعصاب؟ هاو فرجوا اخويا، انا نحب نحكي على المساكن الاجتماعيه. ماذا بيا سيد الرئيس ينظر فيه؟ خاطر خرج لي ميت وخلى لي طفل معاق ذهنيا وعنده الصرع وعندي طفل عنده فقر الدم، وانا لولا مريضه مانيش عارفه شنو عندي في كرشي. ونحب نعرف المساكن الاجتماعيه وقتيه المساكن الاجتماعيه. ثم الوعود، ثم كل مره يقولوا راس العام وقتيه، فيت راس العام يقولوا رمضان، فيت رمضان وقتيه. نحب نعرف، نوصل صوتي لسيد الرئيس، نحب نعرف. انا ما عنديش حتى باش نخلص الكرايه، العباد تعاون فيا يا اخي. 200 واش باش يعيشوا كرايه؟ باش يعيشوا زوز صغار فيهم واحد معاق ذهنيا وعنده صرع ويعدي في الراس، وعندي ما يثبت يعدي في الراس ويعدي في البسيكاتر، وعندي ما يثبت. بالله نحب نوصل صوتي لسيد الرئيس الحكومه، نحب ينظر في الموضوع قيس سعيد المساكن الاجتماعيه وقته. وهذاك هو بس راس اللي رميته قبل رمضان في شهر الثاني، ما توفى موت ربي، مات نهار 4 سيدي ثابت حي التقاسي، وانا مشاركه في الديار نتاع البكري. نحب نعرف وقتاش خرج اسمي مره الاولى، ومازلنا لتو ونمشي يقولوا ما ثما شيء. يا اخي وقت المساكن الاجتماعيه سيد الرئيس، نحبك سيد الرئيس، نحبك تنظر في الموضوع هذا، نحبك بقرب فرصه، نحبك تنظر في الموضوع هذا. ما عنديش في الكريه ولاد الحليل يعاونوا فيها في الكريه تو حالين، وقسما باللي مقبل رمضان توفى بجمعتي وهي تعاني في زوز صغار. معناتها وقتي سيدي قلنا واعدين والله حالتها الاجتماعيه على الاخر، وقسما باللي وتو حالين ولاد الحليل يعاونوا فيها في ماكله وليده، في شربان الدواء نتاع ولده، كل اربعه بعد اربعه تهز فيه للسبيطار، ومريض بالصرع ولدها الكبير، ويلقط في الدبابز راهو يعاون فيها، يلقط في الدبابز ويلقط في خبز البيت باش يعاون فيها. هاي العباد كلها سيدي ثابت كامله تعرفها، رجلها توفى قبل رمضان بجمعتي في الشهر الثاني. كير يا ولاد الحليل، الشهر اللي فات خلصوا لها الكري. ما تملك حتى شيء، انا اختها ما تملك حتى شيء. خليها حتى 100 فرنك، 10 من الاخر خلي لها 10250 فرنك كي توفى. وتوا ما تشكي على الشهريه، لتوا ما خذتش الشهريه، تمشي تسانسيس وتجي، تمشي تسانسيس وتجي، ما خذت حتى فرنك. صغاره مسكينه ولاد الحليل تو يعاونوا فيه على ما كلت وليدها. مريضة هاي تو حالين تعدي في السبيطار. نهار شنيا عندك رانديفو؟ نهار 8، نهار 9. نهار 9 في الشهر هذا اللي يدخل؟ في الشهر لا، نهار عندها ما لا، نهار في الشهر الثامن. نهار مازلت ما نعرفش شنيا المرض نتاعي اللي عندي في الكرش. مروا له قالوا عندك شحم في الكبده، ومن بعد ذلك ما تعرفش شنيا عندها. مازلت ما نعرفش شنيا الامراض. والله ما نعرفوش حتى شيء. ما نعرفوا حتى شيء. نستنوا في الايكو ونستنوا في التحالي. شنو عندها بالضبط؟ وراجلها مات فجأة راه مرض جمعة من زمان، تشرب في الدواء هي وصغارها تو حالي. ولدها مريض بفقر الدم، وولدها الآخر مريض بالصرع، يعدي في الرازي وعدي في بسيكاتر بعد ما مات باباه، جاتك الصدمة. وعندي ما يثبت المعاق ذهنيا. مشيت المعتمد في باله اللي عندي طفل معاق ذهنيا، وقرا في الواحد وخرجوه لي بسبب الصرع نتاعو، قالوا له ما يساعدش على خاطر عنده إعاقة ذهنية وعنده صرع ينجم يتحل على الماتريال في غاية، وهذا عندي ما يثبت. دخل الغاية وبطلوه على خاطر هو عنده صرع، قال لك ما يساعدش يتيح على الماتريال الطفل المريض بالصرع ديما يتصرع. ماذا بين وصل صوتي للسيد الرئيس ينظر لي في حالتي وينظر لي لاموري انا، ونحب ينظر لي لحالتي انا. راني انا ما عنديش باش نجم نخلص كري، يعني 200 واش باش نجم تخلص لي كري، باش تخلص لي ضوء، باش تخلص لي ماء، باش تشرب لي دواء، باش تشري لي دواء طفل. شنو باش تعمل لي؟ قول لي شنو باش تعمل لي سيد الرئيس؟ ماذا بيا فيسا على الديار المساكن الاجتماعيه، راهي ظروفي قاسيه على الاخر وتحت الصفر. خذيت منهم اي، اما لكن خلصت الكري ما عنديش باش نعيش، باش نعيشهم. قول لي كان 200 واش تعيش وتشري دوايات وتشري الدنيا الكل. قول لي انا ما نعرفش، انا ما نجمش نخدم، انا كرسي توا منفوخه مانيش عارفه شنو هي فيها بالضبط، انا مانيش عارفه شنو هي عندي بالضبط. نتمنى دار مسكن، نطلب منهم مسكن اللي فيها ولادي، نتمنى دار ملك اللي فيها ولادي. لا عندي ديار لا عندي تربه وتنجم تثبت، هذا ما عندي حتى شيء. نحب دار للسكنه، نحب دار اللي فيها ولادي اليتامى. كل حالتها على الاخر على الصفر، حالتها بالرسمي قلقتش الاولاد الحليل يعاونوا فيها، حالتها على الاخر. وديجا فما جارتها كل مره تعطيها 20 دينار باش تهبط بها للسوق تقضي بها، طرف منه طرف منه طرف منه، نعاونوا فيها الناس الكل. راني انا اختها
اللي كتب من ربي نقول هنعاونك، ما عندي ما نعم بالرغم من نخدم معاناه منزليه، راني ما عنديش خدمه معناتها قار، وراجلي يخدم في المرمه مره يخدم مره كاع، ونعاون فيها باللي نقدر. هاي تعرف حتى ظروفي اختي معناتها كيفاش، ومقيدين في الديار وما فما شيء. ها باش نعطوكم، ها باش نعطوكم، ها باش نعطوكم، ما فما حتى شيء. التو ها قبل الجمعه قبل رمضان باش نعطوكم، بعد رمضان باش نعطوكم، ما فما حتى شيء. هي كيريا وانا كيريا، زوز كيف كيف حالتنا. كيف كيف نحب على ماسكن انا نلم فيه ثلاثه صغار راني عندي، ونفس الحكايه نفس اللي عندها هي عندي انا، عنده حتى انا عندي طفل مري زاد بسيكاتر زاد كيف كيف رازي. معناتها احنا عندي اختي عندي ولدي عندي ولد اختي ثلاثه، معناتها ثلاثه نفس المرض. والتو المساكن الاجتماعيه نستنوا فيها التو، كل مره يوعدونا مش المعتمديه هاو مشيت للوزاره هاو ما نعرفش شيء، واحنا نستنوا ريقنا شيء وحنا ما فما شيء. هي كيريا 250، انا كيف كيف هاني كنت نسكن في دار امي نتاع كيف عايده كيف وراثي، تو باش نخرج نكري. امي قالت لي ما عادش يساعدني وخالتي كيف كيف، باش نخرج تو نكري، وراجلي مره يخدم مره ليرة، وانا نخدم معينه منزليه نخدم حتى في العروسات في الليل. نخلي ولدي عند دارنا ونرميه، ولدي صغير ونمشي نخدم في العروسات، نخدم نغسل في المعون في العروسات، حين تاع عريس نمشي نغسل فيها المعون. باش نروح قوت ولادي وكيف كيف ناخذ في الدويل ولدي بالفلوس، ساعات ما نلقاش وانا في السبيطار نتاع الرازي نمشي يلزمني ناخذه باش ولدي ما يحلش فتاريه فاي، كي ما يشربش الدواء ولدي يدخل بعضه يكسر لي الشباك يكسر لي الدنيا الكل يدقدق لي الدنيا الكل. ولدي 22 سنه، نطلب انا حاجه بركه يعاونونا في المسكن الاجتماعي هكا هو على الاقل واحد ينحي حاجه اسمها كري. من 2012 الناس كلها مقيده ران، من 2012 كي انا كي اختي كي غيري برشا حالات بالرسمي، فما حد اللي تسكن مع حماته وحماها مسكينه بيت وحده تسكن فيه. انا نستحمد ربي نسكن في زوز بيوت، نستحمد ربي واني خارجه باش نخرج منها، جمعه جاي باش نخرج منها، مانيش قادره ما نكذبش عليك. ديجا جاي الصيف نجم نخلص، في الشتاء ما نجمش نخلص. نفس الحاله نتاع اختي هذيا ولدها مريض، نفس الحاله نتاع اختي، نفس الحاله نتاع ولدي. معناتها احنا ثلاثة عائلات، كل عائلة فيها الإنسان هذاك مريض بالمرض نفس المرض، نفس المرض مريض بيه أختي مريضة بيه، ولد أختي مريض بيه ولدي. أنا في المساكن الاجتماعية نحب ينظروا لنا فيهم فيسع ماذا بينا يعطونا الديار، على رانا تعبنا رانا عندنا برشا قاعدين ننتظروا وقاعدين نستنوا، نحبوا المساكن الاجتماعية فيسع ينظروا لنا فيها سيد قيس سعيد، ماذا بيا نوصل صوتي نوصل صوتي، نحبهم ينظروا المساكن الاجتماعية وقتيه ثم الوعود وما ثم شيء، لتو ما ثم حتى شيء، على الأقل ينقصوا علينا الكري، رانا تعبنا من الكري، رانا تعبنا من الكري بالرسمي، تعبنا من الكري وما نعاش كما انا ما راجلي توفى وخلالي زوز صغار ومش نمشي به. نمر واي 27 6 2 8 8 0 7 27 6 2 8 8 0 7